أهلا بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام، نواصل مع حضراتكم هذه التغطية الإخبارية حول تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح بشأن مكونات مدينة مصر الدولية التي تضم استادا رياضيا وصالة مغطاة تسع 8000 متفرج وصالة مغطاة تستوعب 15000 متفرج ومجمع سكواج ومجمع حمامات السباحة الأولمبي وملعب تنس أرضي رئيسي وآخر فرعي وملاعب فروسية وملاعب تدريب تنس وملاعب متعددة الأغراض ومستشفى للطب الرياضي والمناطق المخصصة للأسر والعائلات والأطفال ومسرح روماني. ولمزيد من النقاش والتفاصيل بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد عصام رئيس قسم الكرة العالمية باليوم السابع. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني خليني أبدأ مع حضرتك أستاذ أحمد بكيف تابعت اليوم الزيارة التفقدية للسيد الرئيس وحرص القيادة السياسية دائما بضرورة أن تمتلك مصر منشآت رياضية طبقا لأعلى المواصفات العالمية. يعني الحقيقة الزيارة دي كان ليها مردود إيجابي جدا على معسكر المنتخب، خلينا نبتدي بيه لأن هو اللي كان متواجد النهاردة في المدينة الأولمبية العالمية اللي احنا شفناها دي. المنتخب يعني المسؤولين في اتحاد الكرة قرروا ان المعسكر بتاع المنتخب ما يكونش بره مصر، يكون هنا في المدينة الأولمبية، ودي رسالة بنوجهها للعالم كله ان احنا عندنا مكان. يعني معظم منتخبات أمم أفريقيا القادرين يعني اللي بيقدروا يعملوا معسكرات قبل البطولة بعيدا عن المنتخبات اللي ماديا متواضعة، كلهم كانوا بره بلادهم وكلهم كانوا في أماكن متفرقة من أوروبا أو حتى في آسيا، لكن النهاردة بنشوف منتخب مصر بيخوض المعسكر التأهيلي أو الاستعداد لبطولة كأس الأمم هنا في مصر في مدينة عالمية. الحقيقة يعني أمر كان إيجابي جدا في المعسكر، كل اللعيبة كل المسؤولين الجهاز الفني الجهاز الإداري الجهاز الطبي الكل النهاردة كان يوم كأنه عيد في معسكر منتخبنا الوطني. طيب لو هنتحدث عن أهم ما تمتاز به هذه المدينة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، يعني خلينا نتكلم بداية بكرة القدم مجالنا الأكثر تخصصا. يعني عندنا ملعب دلوقتي واحد من أكبر ملاعب أفريقيا، ملعب بيتسع لتسعين ألف متفرج، هو الأكبر في مصر والثاني في أفريقيا كلها، حاجة الحياة تدعو للفخر. فيه كمان صالة مغطاة تتسع لثمان تلاف متفرج وصالة سكواش مجمع يعني بيتسع لخمستاشر ألف متفرج وميادين رماية وملاعب تنس وفروسية ومستشفى زي ما حضرتك قلتي. الحاجات دي كلها بتسهل في فرص مصر بعد كده، يعني زي ما شفنا لو حضرتك تفتكر زمان لما قدمنا على ان احنا نستضيف بطولة كاس العالم 2010 الحقيقة الملف المصري كان مخزي جدا بحصوله على صفر من الاصوات، ما خدناش ولا صوت، ما حدش في مجلس الفيفا او اللجنة التنفيذية في الفيفا كان واثق ان مصر تقدر تنظم بطولة بالحجم ده. احنا النهاردة بنتكلم في مدينة اولمبية هنا في مصر. ولكن لو تسمح لي أستاذ أحمد لو هنتوقف عند هذه النقطة تحديدا، يعني هناك تصريحات لتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية صرح بأن مصر لديها الآن وتمتلك الآن بنية تحتية قوية يعني تمكنها من المنافسة وتمكنها من استضافة دور الألعاب الأولمبية 2036. بالظبط، يعني احنا لو هنتكلم حضرتك جايبه تصريح من مين؟ من رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. الراجل ده يعني عشان اللي برضه ما يعرفوش هو اللجنه الاولمبيه الدوليه دي هي اكبر من اتحاد الدولي لكره القدم، احنا بنتعامل مع الفيفا على انه الواو قمه العمل الاداري في كره القدم او في الرياضه، لا اللجنه الاولمبيه دي اكبر منها. بطوله كمان الاولمبياد دي اكبر من كاس العالم، احنا كنا بنشوف في البطولات اللي بنروحها بره مصر بيبقى التنظيم عامل ازاي، سهولة التنقل بين الملاعب عاملة ازاي. الموضوع كمان مش مجرد ملاعب، يعني انت الملاعب بتبقى محتاجة كمان جنبها خدمات، انت محتاجة فنادق لسواء البعثات المشاركة سواء للناس اللي شغالة في البطولة زي الاعلام زي الحكام زي الاداريين زي الكلام ده كله.
المواصلات كمان والطرق والتنقل. احنا دلوقتي مصر خلاص بقت على الخريطة العالمية زي ما قلت لحضرتك، في 2010 ما كانش حد بيثق ان مصر دي تقدر تنظم كاس عالم. النهاردة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بيقول ان مصر تقدر تنظم الأولمبياد. الأولمبياد دي اكبر من كاس العالم. كاس العالم انت كل اللي بتحتاجيه تبقي محتاجة ملاعب كرة، عندك مثلا 8 مجموعات، كل مثلا مجموعتين ممكن يلعبوا على ملعب او كل مجموعة على ملعب. لا انت بتتكلمي في أولمبياد، في اكتر من رياضة، اكتر من ملعب متنوع، اكتر من بعثة هتكون متواجدة. فالحقيقة يعني اللي شفناه في المدينة، مدينة مصر الأولمبية، حاجة الحقيقة تدعو للفخر. ونتمنى بقى ان شاء الله نشوف بطولات واحداث عالمية كبيرة. النهاردة احنا شفنا الاستاد شكله عامل ازاي في زيارة استاد الرئيس لمعسكر المنتخب. استاد ما شاء الله يعني حاجة تدعو للفخر، 90,000 متفرج. لو جينا كمان بصينا على المسافة، الملعب مش بعيد من القاهرة، قريب من القاهرة، قريب من السويس، قريب من الإسماعيلية، قريب من مدن القناة كلهم. فيعني حتى لو إن شاء الله فيما بعد في بطولات، في أحداث رياضية كبيرة، سهل جدا نشوف الملعب ده مليان على آخره. ونتمنى إن شاء الله ده يكون مع منتخب مصر قبل ما نشوفه في بطولات كبرى إن شاء الله. طيب أستاذ أحمد، يعني سيد رئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته التفقدية اليوم التقى بلاعبي منتخب كرة القدم المصرية، يعني كانت هناك رسائل عدة في كلمته، كيف تبعت هذه الرسائل؟ يعني هو في البداية، يعني هبتدي من الآخر، في نهاية اللقاء السيد الرئيس كان حريص ان هو يسلم يدا بيد على كل اللي موجودين. صحيح. سواء لاعبين، سواء اداريين، سواء اجهزة معاونة. الحقيقة كل كان حاسس النهاردة بالمسؤولية. يعني احنا لينا زمايلنا شغالين في المنتخب وموجودين في اجهزة المنتخب، الحقيقة يعني بيقولوا شعر في اللي حصل النهاردة، وكله سعيد وكله مبسوط وحاسس ان هو بيأدي حاجة وطنية. احنا لو جينا نتكلم على منتخب مصر وعلى أهم عناصر القوة اللي بتميز منتخب مصر عن باقي دول أفريقيا أو حتى الدول العربية، احنا بنتكلم في الروح، روح اللعيبة المصرية والروح اللي عند لعيبتنا بتعوض حاجات كتيرة قوي احنا ناقصينها. فالنهارده يعني جرعة ودفعة معنوية كبيرة جدا قبل بطولة كأس الأمم، اللي احنا بنتميز بالحتة دي، بحتة الروح. اللعيب لو رايح وحاسس إن هو فعلا بيمثل مصر، فعلا الناس كلها وراه، من اول رئيس الجمهوريه لحد لو نزلنا الشارع، اي حد في الشارع كله بيفكر في منتخب مصر وان ازاي نكسب البطوله اللي غايبه عننا بقى لها سنين كثيره. فالحقيقه الدعم الكبير اللي قدمه السيد الرئيس النهارده دي حاجه تحسب للقياده السياسيه، ان هي فعلا بتفكر في المنتخب. والسيد الرئيس اتكلم كمان عن اهميه المنتخب في الأجواء والحالة اللي بيعيشها الشارع المصري، وإن الناس قد إيه بتثق في المنتخب وكلها ورا المنتخب. الرسائل دي كلها لما توصل للعيبة، مش عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق مثلا واحد بيتغدى في البيت مع قرايبه، لا دي واصلة من أكبر مسؤول في الدولة وهو رئيس الجمهورية. أعتقد دي هتكون ليها دلالات وليها حاجات مختلفة جدا عند اللعيبة اللي إن شاء الله هنشوفها في كأس الأمم اللي جاية. تحدث أيضا رئيس عبد الفتاح السيسي أثناء هذه الرسالة عن أهمية الدور الذي يلعبه اللاعبين من قدوة بيقتدي بها كل شاب مصري وكل موهوب في كرة القدم، لما بالتأكيد يمثلون من يعني قدوة للشباب المصري. إزاي حضرتك تابعت هذا التصريح وهذه الرسالة، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أن النجاح بيأتي بإخلاص للموهبة وإخلاص لله طبعا في المقام الأول، وحث اللاعبين على الاجتهاد والإخلاص والتوفيق، وأن يعني يكونوا دائما القدوة في الإخلاص في العمل والاجتهاد فيه؟ بالتأكيد. يعني النهاردة اللي احنا بنشوفه بشكل عام قبل الزيارة بتاعت النهاردة مثلا، احنا يعني كان السيد وزير الشباب والرياضة كان بيتكلم مع السيد الرئيس وبيشرح له المدينة الأولمبية دي عاملة ازاي. اتكلم كمان على ان كل محافظة فيها ملاعب وفيها صالات مغطاة وفيها
شغل كبير جدا. الدولة متوجهة دلوقتي لأن هي بالفعل حاسة بقيمة الرياضة، عارفة قد إيه المجال ده مهم بالنسبة للدولة، مهم بالنسبة للشباب. كلمة السيد الرئيس للاعبين يعني كان فيها معاني كتيرة جدا بين السطور، زي ما اتكلم وقال إن المنتخب بيمثل قوة دعم كبيرة جدا لبلدنا. كلمة دي نحط تحتها ألف خط. السيد الرئيس عارف كويس جدا قيمة الفرقة دي، قيمة المجموعة اللي متواجدة دي. حتى روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا اتكلم وقال إن هو سعيد جدا بإن رئيس الجمهورية يكون متواجد في تمرينة نقدر نقول إن هي عادية النهاردة، يعني ما عندوش لسه المنتخب هيسافر لكوت ديفوار، مش دلوقتي، لسه عنده ماتش ودي بكرة. الراجل اتكلم وقال ان هو سعيد بوجود الاهتمام دوت، ويتمنى ان اللعيبه تكون عندها قدر من المسؤوليه، وان هم يشوفوا بقى الكلام اللي قاله الرئيس، زي ان النجاح دايما مش بيجي بالموهبه. ده طبعا موجه للعيبه المنتخب، ان مش معنى ان انت لعيب كويس فخلاص كده انت تبقى ناجح، لا، انت لازم يبقى فيه اهتمام بالموهبه دي واخلاص لشغلك، وان اللعبه دي رغم ان هي لعبه جماعيه لكن في البدايه هو نجاح كل فرد في الفريق بيؤدي في النهايه لنجاح الفريق كله بشكل عام والحصول بقى على البطولات. محمد صلاح كمان اتكلم النهارده عن، يعني نقدر نقول ان هو ادى وعد، ولكن مش يعني مش هو وعد بالاجتهاد، يعني الاجتهاد هو امر مفروغ منه، يعني هو وعد بالاجتهاد وانه الفريق يبذل كل ما في وسعه لتحقيق الفوز. الحقيقه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد عصام رئيس قسم الكره العالميه باليوم السابع، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وهذا النقاش. مشاهدينا الكرام، ونتابع ايضا في السياق ذاته، حيث اكد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدوله بذلت جهدا كبيرا لإنشاء بنية رياضية ضخمة وعلى رأسها المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تتضمن نحو 22 منشأة رياضية وفقا للمعايير الأولمبية. وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده لتدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم باستاد المدينة الأولمبية إن الدولة عملت على رفع كفاءة 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريا لتطوير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية الرياضية. احنا في مصر الآن 2014 لغاية النهاردة عملنا جهد كبير قوي بناء بنية رياضية ضخمة حقق لشعبنا كل محافظة من محافظات مصر، بس على قد المدينه اللي انت بتشوفوها هنا، ان احنا كنا محافظة على الاقل في منشأة رياضيه كويسه زي تساعد الشباب المحافظه على هناك، بالاضافه لحوالي 4500 مركز شباب احنا كانوا موجودين قبل كده بصراحه، بس احنا عملنا برنامج لهم ويمكن خلصنا 70% رفع كفاءة هذه المراكز الشباب ديت على مستوى الجمهورية منهم. بس في موضوع حياة كريمة اللي فات ده المرحلة الأولى حوالي 1070 مركز شباب تم رفع كفاءته داخل ال 70%. ثم طبعا المنشآت الرياضية زي المدينة الأولمبية اللي موجودة هنا، ودي فيها 22 منشأة، فيها 22 منشأة طبقا لمعايير الاتحادات او الاتحاد الاولمبي او المعايير الاولمبيه في كل لعبه. لو اتكلمنا على السباحه يبقى فيها المعايير الاولمبيه لحمامات السباحه، لو اتكلمنا على التنس يبقى المعايير الاولمبيه لملاعب التنس والسكواش وكل شيء هنا. هذا وأوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة بدأت في بناء المدينة الأولمبية منذ 6 سنوات وانتهت منها بالكامل منذ 4 أشهر تقريبا، لافتا إلى أن الدولة وضعت هدفا جوهريا هو تحفيز الشباب المصري رياضيا للمشاركة وتمثيل مصر في المحافل الدولية. احنا بدأنا في هنا في المدينة اللي انتم موجودين فيها ديت من حوالي 6 سنوات وخلصنا تقريبا عدا ده، بس عدا الاستاد ده خلصناه يمكن من لسه ما فيهوش 4 5 شهور، هو ده اخر حاجه كانت
طب انا بقول لكم كده، بقول لكم ده لان ده معناه ان احنا في مصر مهتمين قوي بشباب مصر، مهتمين قوي بابناء مصر، مهتمين قوي بشعبنا، لان احنا بنوفر له زي ما قلت كده اتحركت على المحورين، محور توفير بنيه رياضيه تليق، ثم ايضا المحور الثاني بقى هو موضوع ان احنا الناس احنا منشآت، لكن بنتكلم على كده ازاي نجهز الناس عندنا يلعبوا ويمثلوا مصر بالشكل اللائق لمصر اللي دايما كانت من السباقين في الرياضه على مدار العصر الحديث العراقي. هذا وأعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تمنياته للمنتخب الوطني لكرة القدم بالتوفيق والنصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددا على أن المنتخب يمثل قوة ناعمة كبيرة للدولة المصرية، كما أكد أن مصر كانت دائما سباقة في المجال الرياضي. لنا في حوالي 7 لاعبين دلوقتي، 7 لاعبين محترفين في الأندية الأوروبية، وده أمر يسعدنا ونتمنى يبقى عدد ضخم، ده بيعكس إمكانيات شباب. فالتفرد اللي موجود في مجموعة الرجالة دي والتميز ده زي ما قلت مسؤولية، أنتوا في النهاية بتمثلوا بلدكم وبتمثلوا نفسكم طبعا. فعلى المستوى الشخصي أنت طبعا يهمك أنك أنت دايما تتطور وتتقدم، وده امر برضه يسعدنا جدا فنانك كل الفرق، وده لن يترتب يتاتى ابدا الا بان موهبتك اللي موجوده دي تبذل اقصى جهد وتحافظ عليها. هي لعبه فرديه صحيح جماعيه يعني، لكن هي مبنيه على ان كل فرد مننا داخل الفريق داخل المجموعه يبذل جهد كبير قوي، وبعدين في الاخر يدي لزميله وتبقى محصل ده كله نجاحنا كلنا كفريق، ونمثل بلدنا ونمثل نفسينا ونمثل الفريق نفسه. ولمزيد من النقاش والتفاصيل بينضم الآن إلينا هاتفيا الأستاذ محمود المخبزي الناقد الرياضي. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ حور. أهلا بك يا فندم. يعني خليني أخذ من حضرتك نظرة عامة عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الرياضة للحفاظ على الريادة المصرية في هذا القطاع. خلينا أكلم حضرتك في يعني جهود جبارة بتبذلها الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الأخيرة، سواء كان على مستوى البنية التحتية اللي احنا دلوقتي مصر بقت أصبحت لديها الثقة للاتحادات الرياضية الدولية. اي اتحاد دولي دلوقتي تحب ينظم بطوله بيكون وجهته مصر في المقام الاول، ودي مصر كانت سبب رئيسي في عوده الحياه من جديد الى الملاعب العالميه. شفنا في عام 2021 بطوله كاس العالم لكره اليد، رغم الظروف اللي كانت تحوط بالعالم اجمع بسبب جائحه كورونا، رغم ان كل دول العالم ومنهم دول كبرى جدا كان مصير كل البطولات اللي بتنظمها التاجيل او الغاء، رغم ذلك مصر كانت المؤشر الرئيسي لعوده الحياه والروح من جديد للملاعب من جديد في مونديال اليد. مصر تحدت كل الصعوبات، مصر يعني خدت على عاتقها ان هي لا احنا لابد من عوده من جديد للملاعب من جديد، وشفنا ده في كاس العالم لكره اليد اللي بمشاركة لأول مرة ب 32 منتخب لأول مرة تقام في دولة واحدة، ورغم ذلك مصر نجحت. وبعد وشفنا أثار ذلك إن مصر بعد كده بقت هي وجهة الاتحادات الرياضية الدولية في كل البطولات، سواء كان اتحادات كرة القدم، سواء كانت خماسي حديث، سواء كانت سلاح، سواء كان يد، سواء كل الاتحادات. مصر بقت أصبحت عندها دلوقتي ثقة كاملة من الاتحادات الرياضية الدولية، وده بفضل الجهود اللي تبذلها الدولة المصرية خاصة بعد عملية التطوير والإنشاء والبناء للبنية التحتية من جديد، أو إنشاء ما هو تطوير ما هو قائم، واللي احنا بنشوفه حاليا النهارده تفقد فخامة الرئيس لمدينة مصر الدولية للألعاب الرياضية اللي هي صرح رياضي عظيم، صرح رياضي سيكون هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، صرح رياضي سيكون له تأثير كبير جدا جدا على الرياضة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ان الصرح ده يضم يعني بين جنباته حاجات احنا نفسنا يعني كل العالم لما شافوا التدريب منتخب مصر
خلال الثلاث ايام الاخيره بيقولوا هي المكان ده موجود فين، المكان ده الناس شافت الصور من تدريب منتخب مصر الاستاد استاد مصر في العاصمه الاداريه، الناس فوجئت بهذا الصرح العظيم. طيب هاخد من كلام حضرتك ووصفك لهذه المدينة بأنها صرح كبير يعني نشهده الآن على مستوى منطقة الشرق الأوسط. طبعا هذا الصرح هو متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المعايير التي يعني دائما ما بتحرص عليها القيادة السياسية وتضعها في أولوياتها، أن كل تنمية تحدث ويتم تحقيقها على أرض الواقع تكون وفق أعلى المعايير العالمية. إلى أي مدى حضرتك بتشوف أنه هذه المدينة تساهم في استثمار المواهب المصرية على مستوى مختلف الألعاب وأيضا الحفاظ على ريادة مصر في مجال الرياضة؟ خليني اقول لحضرتك، انت حضرتك بتتكلمي دلوقتي على مستوى البنيه التحتيه الرياضيه، لما يكون عندنا مدينه رياضيه اولمبيه متكامله الاركان، مدينه رياضيه متكامله الاركان من كره قدم ليد عندنا صالتين لكره اليد، وشفناها في كاس العالم لليد الاخيره صاله تتسع ل 15000 مشجع، صاله تتسع ل 8000 مشجع، ودي ارقام في العاب الصالات ارقام كبيره جدا، خاصه اما يكون عندنا الصالات دي يعني مقامة بأعلى المواصفات وطبقا للمواصفات العالمية. لما يكون عندنا ميادين للرماية، يكون عندنا ملاعب للفروسية، يكون عندنا صالات للجمباز، يكون عندنا لكل الألعاب الرياضية. بالتالي أنا استفدت من البنية التحتية، أنا استفدت من حاجتين، اللي أنا بوفر أماكن مناسبة لكل أبطال مصر، بدل ما أطلع أعمل معسكرات خارجية بتكلفة عالية، لا أنا بقى عندي البنية التحتية اللي تساهم وتساعد وتحفز كل أبطال مصر إن هو يعمل معسكراته هنا. خاصة أنا بوفر له المكان ده، بالإضافة التانية أنا مش بستفاد بس من تأهيل اللاعبين، لا أنا بستفاد لأن أنا بنظم بطولات مختلفة في كل الألعاب الرياضية. خاصة احنا بنتكلم إن مصر على مدار السنوات الأخيرة نظمت أكتر من 350 بطولة قارية وعالمية، وده رقم خيالي، ده رقم مهول، ده رقم عمره ما يتحقق الا ان يكون في دعم كبير جدا جدا من القياده السياسيه وايمان القياده السياسيه باهميه الرياضه واهميه توفير وتوفير وتطوير كل نواحي البنيه التحتيه. بالاضافه ان احنا عاوزين نقول لمصر، لا مصر موجوده في كل وقت، مصر قادره على استضافه اي حدث مهما كان. احنا خليني اقول لحضرتك برضو من ضمن اولويات واهداف اقامه مدينه رياضيه، خاصة هي أقيمت في يعني فترة وجيزة، المدينة الرياضية احنا بدأنا نتكلم فيها في 2019، احنا بنتكلم دلوقتي في 2024، وده وقت قياسي ووقت خيالي ان احنا نجهز وننشئ مدينة بالمواصفات دي، لا ده وقت قياسي جدا. من ضمن الأولويات ومن ضمن الأهداف الأساسية هي استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، وده هيبقى وده إن شاء الله يا رب مصر يكون الملف بتاع مصر هو الأوفر حظا في ظل لما كان عندنا هنا توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، الراجل كان مبهور باللي بيحصل في مصر، الراجل كان مبهور باللي شافه في المدينه الرياضيه، خاصه كمان ان توماس باخ فخامه الرئيس منح وقت كبير جدا ان هو يستقبل توماس باخ ويتم يعني استعراض الملف المصري فيما بعد مع اللجنه الاولمبيه المصريه مع وزاره الشباب والرياضه، وده تكامل كبير جدا وده دعم كبير جدا من القياده السياسيه للملف الرياضه واللي احنا ما شفناهوش على مدار سنوات يعني طويله جدا. طيب إلى جانب الفرص الاستثمارية المتعلقة بمجال الرياضة التي توفرها هذه المدينة، هناك أيضا فرص بتوفرها فرص خاصة بالعمل وما يساهم أيضا ذلك في تقليل نسبة البطالة. زي حضرتك بتشوف في هذا الإطار هذه الفرص في إطار بالتأكيد إدارة وتشغيل المدينة؟ بكل تأكيد كلام حضرتك سليم 100%، لأن أنت حضرتك بتتكلمي على مدينة على مساحة 92,000 فدان فيها كل الملاعب المختلفة، بالتالي هتحتاج يعني تنظيم، تحتاج عمل، تحتاج لعمالة، تحتاج لتشغيل، كل ده بيساعد إن أنا مثلا عندي الملعب الواحد لا هيحتاج مئات من العمال، الصالة الواحدة هتحتاج مئات من العمال، ميادين الرماية يحتاج مئات من العمال، وهكذا في كل الملاعب المقامه داخل المدينه الرياضيه مدينه مصر الالعاب الاولمبيه. فبالتالي هيبقى عندنا توفير يعني الاف من فرص العمل، وده فرصه كبيره جدا، ده فرصه يعني
الرياضه دلوقتي ما اصبحتش انها بس هي ممارسه فقط لا غير، لا لا اصبحت ممارسه واستثمار في نفس الوقت. انا بستثمرش بس في بنيه تحتيه عندي، ما بستثمرش فقط في تاهيل لاعب، لا انا بستثمر كمان في توفير فرص عمل كبيره جدا. انت حضرتك بتتكلمي على مدينه اولمبيه متكامله، فده صحيح. بالتالي بتيح الاف الاف من فرص العمل، وده ان شاء الله رب يعني ده هيكون يعني بشرة خل مصر كلها المدينه دي باذن الله يا رب ان شاء الله. طيب خليني ايضا اروح لجزء اخر من تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المدينه اليوم، وهو لقائه بلاعبين منتخب مصر الوطني. ازاي حضرتك شفت هذا اللقاء بهم؟ ازاي حضرتك تابعت الرسائل التي احتوتها كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ خلينا اكون يعني واضح مع حضرتك جدا، بكل تاكيد لقاء سيادة الرئيس النهارده بلاعبي منتخب مصر هي اعلى درجات التحفيز، هي اعلى درجات الدعم، هي اعلى درجات المسانده. مفيش بعد كده مسانده تاني. لما يجي من رئيس الجمهوريه لمنتخب يستعد لبطوله امم افريقيا، منتخب كلنا نامل ان هو يعود من جديد لمنصات التتويج، خاصه احنا اخر نسختين احنا وصلنا لادوار النهائي، ولكن كان في سوء توفيق سوء حظ بيصادفنا كبير جدا في البطوله. احنا ما شفناش منصه التتويج من 2010، ما شفناش يعني ابطال مصر. احنا زي فخامه الرئيس قال النهارده احنا منتخب مصر، مصر هي صاحبه الرياده في التتويج بالبطوله، احنا منتخب مصر اللي متوج بسبع مرات بطوله امم افريقيا، منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطوله، منتخب مصر هو صاحب الارقام القياسيه مش في تتويج البطوله بس، سواء كان في مدرب فاز بالبطوله اكتر من مره، سواء لاعبين في كل الارقام القياسيه، لا مصر هي صاحبه الرياده. عشان كده فخامه الرئيس كان يعني الكلمه بتاعته هي اعلى درجات الدعم، واعتقد كل اللاعبين دلوقتي يعني هتاخد الكلمة دي هي حافز ليها، هتاخد الكلمة دي هتحطها كده قدامها على طول في قبل كل مباراة. لا ده احنا رئيس الجمهورية يعني اتكلم معانا، دعمنا، ساندنا، خاصة فخامة الرئيس بيتكلم معانا ان مصر ما تاخدش البطولة بس مرة تامنة، لا ده احنا مصر قادرة على تاخدها مرة تامنة وتاسعة وعشرة وهكذا، لان مصر موفرة كل الامكانيات لمنتخب مصر. شفنا اقامة المنتخب وتدريبه في استاد مصر في المدينة الرياضية، شفنا الدعم الكبير جدا اللي بتقدمه وزاره الشباب والرياضه من خلال يعني الجهه الممثله للدوله المصريه، توفير طياره خاصه، توفير كل السبل الراحه للمنتخب، ويحصل اكتر من ورد مصري لكوتوفار للتنسيق لاستقبال بعثه منتخب مصر، وتوفير كل حاجه هناك في معسكر منتخب مصر كوتوفار. فاعتقد هي دي رساله الدعم، رساله التحفيز، وان شاء الله يا رب تكون هي دعم كبير جدا لمنتخب مصر، ونشوف منتخب مصر من جديد لمنصات التتويج، خاصه عندنا كل الامكانيات، عندنا دعم فخامه الرئيس، عندنا ابرز لاعبي العالم محمد صلاح، عندنا زمايل محمد صلاح تريزيجيه، مصطفى محمد، كل اللعيبه، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، مش عاوز انسى حد خالص. لا منتخب مصر يمتلك التوليفه اللي هي قادره على التتويج بالبطوله العوده من جديد لمنصات التتويج. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمود المخبزي الناقد الرياضي على هذه المداخلة.
من جانبه قال محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي أن اللاعبين سيبذلون جهودا كبيرة للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا، مثنيا على أداء المنظومة الرياضية التي شهدت تحسنا كبيرا. صراحة الحمد لله يعني في تحسن كبير قوي في المنظومه كلها، دايما بيساعدونا على كل حاجه احنا عايزينها، وزي ما قلت قبل كده اللعيبه كل اللي نقدر نوعي لحضرتك بيه ان اللعيبه هتبذل كل مجهودها ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله، زي البطوله اللي فاتت ما كناش محظوظين شويه بس عملنا كل اللي علينا والتوفيق بتاع ربنا طبعا. انا مبسوط جدا بالاداء البطوله اللي فاتت وان شاء الله هنعمل قد كده واكتر باذن الله. تاني بنشكر حضرتك على الدعم الدائم ده والوزاره واتحاد الكوره، طبعا اهم حاجه المنظومه كلها في اللعيبه، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونرجع مبسوطين ان شاء الله. بدوره اعرب مدرب المنتخب الوطني لكره القدم روي فيتوريا عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الدعم المقدم للمنتخب، والذي يشكل انطباعا جيدا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضه وتشجيعها. بشكر سيادتك على كل الدعم اللي دايما وفرته لنا. ده يعتبر يعني لقاء جديد وانطباع كويس جدا لينا ان احنا يكون حضور الرئيس موجود معانا. نشكر جدا حضرتك على الكلمات الجميله اللي حضرتك قلتها. واكيد طبعا مسؤوليه ان احنا بنمثل بلد كبير زي مصر، دي مسؤوليه على كل اللاعبين لازم كلهم يكونوا قدها ان شاء الله. تمشي كسيره ايماجين بروجوفيش لابد ان احنا برضه نكون زي صوره طيبه ومثال جيد لكل شباب مصر وكل الرياضيين الصغيرين في مصر. تاني سيرتيز كيمون تو مش بدوش بنش دار اكيد تمشي كونتينش بره مش دار مصر فيه. وانا واثق ان شاء الله ان احنا كفريق وكلاعبين هنعطي كل اللي نقدر نمتلكه او حتى لا نمتلكه من اجل ان احنا نصل الى هدفنا وان احنا نسعد الجماهير المصريه. هذا وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هي أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة داخل مصر، تقع في العاصمة الإدارية الجديدة وتضم العديد من المنشآت الرياضية والعامة مثل استاد العاصمة الإدارية بسعة 90,000 متفرج. المزيد والعرض التالي مع الزميلة جاكلين ماهر. أهلا بكم. في إطار اهتمام القيادة السياسية بضرورة أن تمتلك الدولة منشآت رياضية طبقا لأعلى المواصفات العالمية، تأتي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية لقطاع الرياضة في مصر، وذلك لما تمتلكه من إمكانات كبيرة. مدينة مصر الدولية مؤهلة وفق معايير عالمية لاستضافة أكبر المحافل الدولية مثل دورة الألعاب الإفريقية ودورة الألعاب الأولمبية، وتضم المدينة مجمع ميادين رماية يحتوي على 22 ميدانا ومتحفا رياضيا وفندق إقامة ومبنى المراسم والاستقبالات والاحتفالات وجدارية من الرخام تحمل تصاميم التراث الرياضي المصري ومنطقة إدارية ومنطقة تجارية وقاعات مناسبات وأماكن انتظار السيارات. كما تضم المدينة استادا رياضيا يسع 90,000 متفرج وصالة مغطاة تسع 15,000 متفرج وأخرى تستوعب 8,000 متفرج، وأيضا مجمع سكواش ومجمع حمامات سباحة أولمبي. كما تضم المدينة ملعب تنس أرضي رئيسيا وآخر فرعيا وملاعب فروسية وملاعب تدريب تنس وملاعب متعددة الأغراض ومستشفى للطب الرياضي والمناطق المخصصة للأسر والعائلات والأطفال ومسرحا رومانيا. من جانبه أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية معتبرا إياها واحدة من أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية. مدينة أولمبية تعد الأضخم والأحدث إقليميا وقاريا، حيث تعتبر جزءا من الرؤية الاستراتيجية للدولة التي تستهدف توفر بيئة مواتية لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف وصقل المواهب الرياضية.
مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وما تمتلكه من إمكانات تؤهلها لاستضافة أكبر المحافل الدولية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. بهذا العرض مشاهدينا الكرام للزميلة جاكلين ماهر نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا حور محمد، إلى اللقاء.